السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وحشتونا صحبة الخير، صحبة الناس الطيبين، صحبة الناس اللي قلبها أبيض وجميلة. أنا الحقيقة النهاردة وأنا جاية أقول هتكلم إزاي عن الصفة دي ولا عن المقام ده، وأنا عانيت وخدت جهد كبير قوي لغاية ما عرفت إن أنا أتشعبط فيه وأوصل حقيقي بصدق. وأنا معهداك ومعهد ربي أولا إن أنا ما أتكلمش عن حاجة إلا عن اقتناع فعلا وعن صدق حقيقي. فقعدت أقول يا ربي ياه، لغاية ما وصلت للمرحلة اللي فيها فعلا أحس إن أنا فعلا بأتمثل بهذه الصفة، خدت سنوات، والله خدت سنوات حقيقي. ليه؟ لأنها صفة عايزة يعني الصبر، أو الإنسان بيصبر ممكن أحيانا غصب عنه، أي صفة تانية ممكن يعني تعود عليها، لكن المقام ده مقام اسمه التسامح. عارفين التسامح؟ إن أنت فعلا أو المستمع أو اللي بيشاهدنا فعلا يحس من جوه قلبه إن مسامح اللي أساء إليه ولا اللي غدر بيه ولا اللي سبب له في متاعب في قلبه. لأن الحقيقة القلب لما بيغضب أو الإنسان لما بيظلم عشان يرجع لحالته السوية ويرجع لحالة التصالح مع نفسه ومع الإنسان ده بياخد جهد كبير قوي. فالحقيقة يعني طبعا كان قدامي أضرب لنفسي الأمثلة، أقول ياه ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني في مواقف عديدة لما الواحد يسترجعها يعني يشوف في حديث الإفك مثلا، كلنا قرينا عنه كلنا عارفين، وفي مين يعني عبد الله الرجل المنافق ده من أبي ده اللي سبحان الله اللي تطاول على ستنا وأمنا الغالية ستنا عائشة. شوف إزاي الموقف ده لما بيتحكيه سورة النور شيء صعب جدا. لكن نشوف بقى موقف مين، موقف سيدنا أبو بكر لما قريبه كان برضو من ضمن الناس اللي تناولوا في حديث الإفك وتقولوا على ستنا، فما عملش حاجة سيدنا أبو بكر يعني غير أنه قال خلاص، وكان طبعا قريبه وكان بيتصدق عليه، لكن قال خلاص أنا كل اللي هعمله مش هبعت له الصدقة اللي كنت ببعتها له. يقوم ربنا يعاتبه ويقول له ايه، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يعني ما يحلفش الناس اللي عندهم مقدرة انهم يعطوا الناس الفقراء والمساكين والمهاجرين، وربنا بيقول له ايه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال بلى يا رب، وجه مرجع له العطاء اللي كان بيديهوله. شوف المقام الجميل، مين فينا يقدر كده لو حد نال منه ولا حد أذاه ولا حد غدر بيه إن هو بسهولة كده يرجع ويصفى ويبقى ما يحملش إطلاقا. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حبيبنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، شوف قريش عملت فيه إيه، وأهل مكة أذوه إزاي، وأذوا المسلمين إزاي، يعني أذوه من كل حاجة ممكن إنسان يتخيلها أذوه بيها. لكن لما جه ربنا سبحانه وتعالى فتح له فتح مكة، شوف ازاي لما دخل وقال لهم، سألهم قال لهم يعني انتم متخيلين ماذا انا فاعل بكم؟ فقالوا عليه اخ كريم وابن اخ كريم، فقال اقول كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام، عليه السلام، لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فانتم الطلقاء، عفى عنهم. فيعني لنا طبعا أمثلة نقتدي بها كتير، لكن عند المواقف بقى اللي احنا بنمر بيها فعلا، يعني عند بعض أهالينا في الثأر، عند مثلا تعصب في أي حاجة، عند الست لما لا قدر الله زوجها يتركها ولا تتطلق لأي سبب كده تكون سبحان الله مش مستوعبة أنها ممكن ينفصل عنها، أو المواقف وخصوصا المرأة لأنها عاطفية قوي وكل إيه يعني أحاسيسها بتبقى يعني جياشة زي ما بنقول. فتخيلوا بقى بتاخد جهد حقيقي كبير لغاية ما تبتدي تروق وتبتدي تصفى وتبتدي تعفو وتبتدي تصفح. دي صفات احنا الحقيقة يعني بنتمنى
ان احنا كلنا ان شاء الله نتمثل بيها ونعفو عن بعض ونتصالح. اي نعم هناخد جهد، هناخد جهد كبير، يعني مواقف كتير احنا عايشينها وعارفينها طبعا، يعني احداث حتى الاحداث الحاليه اللي احنا مصر دلوقتي بتمر بيها، صعب طبعا الانسان يجي على نفسه ويتصالح ويبتدي يقول ياخد المقام العظيم بتاعنا بتاع التسامح ده، لكن ده اصله جزاؤه عظيم جدا، جزاء الجنه، يعني يوم القيامه كده لما ربنا سبحانه وتعالى ينادي يقول مين اصحاب الحق اللي هم يعني اللي عافوا عن الناس العافين عن الناس، فيظهروا كده يقولوا ادخلوا الجنه بغير حساب، ادخلوا الجنه بغير حساب، الله اكبر. طب ده جزاء عظيم جدا، ونتمنى ربنا سبحانه وتعالى ان يعني نشوف هذا الصفه، هذه الصفه الجميله ونعيش فيها، وان شاء الله يعني هنحاول ان احنا نتكلم في طوال الاسبوع، لان الحقيقه ده معنى كبير ومعنى هياخد يعني ايه انماط متخيله مننا، فهتسمحوا لنا ان كل اسبوع هنشوف المعنى اللي بنتكلم فيه، ويبقى كلامنا معاكم يوم السبت والاثنين والاربعاء ان شاء الله بمشيئه الرحمن الرحيم. دلوقتي هنسيب بعض بس هنرجع تاني ان شاء الله نكمل كلامنا. انا ما افكر في ربنا بس ما افكرش في حد، نفسي اعمل عمره ان شاء الله واروح ازور النبي كده ونغسل ثوبنا كده من عند الرسول ونيجي. انا بقوم الساعه 6 الصبح بروح الساعه 12. الغلا اللي احنا فيه ده مش عارفين نعيش. انا بصرف على عيال ابني ابوهم ميت، حبه الخضره دول يعملوا ايه للعيال؟ ها ما يعملوش حاجه يا بنت. بنجيب ب3 جنيه عيش، بنجيب طعميه وفول. هكدب عليكي اقول لك احنا بنجيب فراخ وكباب؟ لا، وحمدين ربنا، وربنا يتوب علينا من قعده الشر. ما فيش ولا بيع ولا شراء، انا مفكر في ايه؟ عايزين الجو يرخص بس عشان نعرف نتجوز. انا شغال يوم بيومه، انا عايز عيالي مثلا يكون عندي دخل ثابت، انا ما عنديش دخل ثابت، ما عنديش تامينات، يعني انا النهارده عندي 48 سنه مش جامل عمري بعد كده. نفسي في عجله، مش عايز حاجه تاني. اللي شغل تفكيري طبعا الغلا، الشباب ما فيش شغل. يعني عندي ولد واخد دبلوم ومعاه فهم جيش، ما فيش شغل. وعايزين يعني عايزين كده نقب على الدنيا نعيش. اهم حاجه ان انا اجيب الجنيه عشان اكل عيالي بالدنيا وما فيها، لان راجل ولا معايا دبلوم ولا متعلم، راجل طلعت من المدرسه اشتغلت شغلانتي، فعايز حاجه تكون ثابت ليا ولعيالي بس مش اكتر. ابني كليه هندسه ومعيد، مش عارف ياخد شقه من الغلو، وعايزين 25,000 وعايزين 30,000، كل دي خلوات، فهو مرتبه برضو مش ميكفيهوش. ايه معيد هندسة ومرتبه مش مكفي الاسم وخلاص. فكر سن المعاش، كان طول ما الواحد في الشغل بيقبض وفلوس حلوة والحمد لله، اصبح قعدنا على المعاش معناه ان سن موت. عايزة ربنا يهدي الحال كده، وموضوع الانابيب اللي هيجيبوها لنا واحنا معناش بطاقات اصلنا وهنشتريها ب30 و40 و35، فحرام يعني. انا بقى عندي عين بشوف بيها والعين التانيه لا، ليا تامين بس ما بروحوش بيني وبينك، يعني عشان اروح اركب من هنا لغايه 6 اكتوبر واقف في طابور ومش عارفه ايه واتبهدل، لا بروح في اي مستشفى تانيه وبجيب علاج على حسابي، والحمد لله اكتر من ده وبيزحر ربنا. طبعا هموم الناس احنا يعني خلاص عرفناها، بس في حاجات بتبقى توجع القلب قوي، يعني المعيد اللي سبحان الله الراجل يعني اكيد تفوق في دراسته وبذل جهد طيب، ف يعني بيبقى طموحه ان يعيش عيشه كريمه. الست انا بيوجع قلبي قوي الستات الكبار المسنات اللي تبقى تقول يعني ما احناش يعني بنطمع ان احنا ناكل كباب ولا ناكل لحمه. والله الواحد بيفتكر لما يعني بيبقى بياكل حاجة حلوة ويفتكر الناس دي، مش عارفة يعني يبقى هنقول ايه يعني، لكن ان شاء الله يعني املي، لان انا دايما متفائلة
وتربيت على التفاؤل من ديني ومن حب لسيدنا النبي اللي وصانا بان احنا دايما نعيش كده متفائلين ونعيش كده يعني كده نبشف وش بعض وندفع بعض كده لابواب الامل وابواب الخير والنور. فنقول ان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى ودعاء الناس الصالحين وتجديد النيه مع الله ان احنا ان شاء الله نشتغل وننتج ونخلي بلدنا بلدنا العظيمه الجميله اللي تستاهل مننا كل جهد طيب ان احنا ان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله هتبقى خير وتبقى ان شاء الله الجعان ياكل والعريان يتكسي والسبحان المريض ربنا سبحانه وتعالى يشفيه وهمومنا كلها ان شاء الله تتضاءل كده بفضل الله أولا وبفضل الدعاء وبفضل جهدنا إن شاء الله. عايزة أقول طبعا في حاجات الواحد لما بيفتكرها بيتعجب ودلوقتي طبعا عارفين وقرينا القصص ده كله يعني قصة هابيل مع أخوه قابيل. شوف هابيل إزاي كان راجل يعني بسيط وطيب وقال لأخوه قال والله لو بسطت إلي يدك لتقتلني فأنا مش يعني إذا أنت قتلتني أنا مش هقتلك لو بسطت إلي يديك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك. وبعدين أنا بتعجب سبحان الله يعني معظم الناس ما بتسميش هابيل بتسمي قابيل يمكن عشان كان راجل قوي ولا كان راجل يعني دي الحاجات من التساؤلات الحية اللي أنا بتعجب ليها فما عرفش يعني يعني عمرنا ما بنلاقيه حد اسمه هابيل بل بالعكس اذا تسمى يمكن نضحك عليه ولا حاجه لكن ما عرفش. طيب اولا احنا عندنا سؤال على الصفحه ونفسي الحقيقه ان احنا كلنا ندخل كده في الفيسبوك او على الموقع ونرد عليه اولا وبعدين يا ريت افكاركم وتعليقاتكم اللي انا باسعد بيها وان شاء الله كل اخر شهر من الصحبه الحلوه دي هننتقي احد النماذج الحلوه اللي احنا تعرفنا عليها سواء من الموقع او من اتصالاتكم عشان اولا نكرمها ونتكلم معاها ونستضيفها ونتعلم منها. فنشوف طبعا ردودكم على الصفحه ان شاء الله. يا ترى التسامح يعني ده صفه هينه وسهله ولا عايزه جهد ولا يعني عموما عايزين تعليقاتكم ان شاء الله عشان نسعد بيها ونتعلم منكم ان شاء الله. طبعا لما بنرجع تاني للصفه الحلوه الجميله دي طبعا هو الواحد يعني الكلام فيه كتير لكن هنرجع تاني لبعضنا برضو ونبتدي نكمل في الموضوع بتاعنا عن التسامح. عايزة أفكركم بأول ما اتكلمت قلت إن أنا خدت جهد كبير قوي. الحقيقة الجهد ده برضو يعني عشان ندل بعضنا على الخير كنت بعمل إيه؟ كنت دايما أقول كل إنسان بتعامل معاه ليه رصيد يعني الخير اللي بيعمله أو الفضل اللي عنده أو من خلقه وكنت الحقيقة كنت بكتب حتى الأخلاق الطيبة دي بحيث إن لا قدر الله لو أي إنسان بيسيء ولا رد فعله مش طبيعي أو كده فكنت برجع لكلام ربنا برضو من صفات عباد الرحمن إيه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يا حبيبي يا رب يا حبيبي بيعلمنا وإن شاء الله نتعلم وإن شاء الله يعني نكون مع بعض كده فعلا صحبة خير. أهلا وسهلا نشوف محمد الأستاذ محمد. أهلا وسهلا السلام عليكم. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. أهلا حضرتك يا أستاذ. الحمد لله. يصلح حالك يا رب. يا رب. يا رب ويصلح حال البلد يا رب. آمين يا رب ويولى علينا من يصلح. آمين. ويستعملنا ولا يستبدلنا. آمين يا رب آمين ويستخدمنا إن شاء الله. يا هانم اللهم آمين يا رب. يا هانم والله يعني لو اسمحتي لي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ايوه
أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس إن الله يحب المحسنين. تمام. وفي إصحاح متى، إنجيل متى الإصحاح السادس، أيوة، نستشهد به برضو. أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم. جميل. صلوا. وإذا لطمك على خدك الأيسر فأدر له خدك الأيمن. الله يفتح علينا. عليك. تمام. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ربنا من عليه وفتحت له مكة، تمام، ذكرنا، كان صلى الله عليه وسلم يطأطئ رأسه على 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 راحلته. أيوة. انحنى كده. ويقول هذا يوم المرحمة. أيوة. صلى الله عليه وسلم. وعندما عاتبه عكاشة. أيوة. لعبا لما كان بيسوي الصف صلى الله عليه وسلم. أيوة. وقال له اقتص مني يا عكاشة. أيوة. فهوى على بطن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلها. طبعا كان عايز بشرته تلامس بشرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة فندم. فلازم نسامح بعضنا ونقرب. أيوة. ونخلص لله تعالى عشان ربنا سبحانه وتعالى. يا رب. ربنا قال والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تمام. حضرتك احنا بنسأل ربنا التوفيق، فلازم احنا نصلح من شأننا عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا حتى بالبركات. تمام. لمن يقومون على أمرين. تمام فعلا. اللي نملكه ان كل واحد يسامح الجزء المتعلق بنفسه. ايوه. انما في حاجات يا فندم، لا حق ربنا طبعا، لا حق ربنا طبعا، لا 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 نسامح في العباد واللي في رقبتهم ارواح. أيوة. في رقبتهم. أيوة. بيوت اتاذت والى اخره. نسال الله العفو والعافيه عنا وعنهم. ايوه تمام. ربنا يختص منهم. والله ولو ربنا عجل لهم بالعقاب في الدنيا ايسر لهم والله من عقاب ده، يبقى خير ليهم على رايك. امين امين يا فندم. وشاكرين لحسن استقبال حضرتك. الله يبارك في حضرتك. انا اللي شاكره فضلك وشاكره علمك الجميل ده. ربنا ينفعنا ان شاء الله كده بكل المخلصين والمتواصلين معانا ان شاء الله. اهلا وسهلا. نشوف اختنا الست منى. الو السلام عليكم. اهلا يا ست منى. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا وسهلا. منورانا وربنا يبارك لنا فيك يا رب. وفيك يا غاليه. قولي لي يا ست منى، في موقف اتعرضتي له ولا حاجه كده وحسيت ان كده مش بسهوله ان انت تقدر تسامحي فيه وسامحتي كده سبحان الله وخدتي الاجر؟ والله انا كنت اتمنى والله حاجه ان انا اكون اتسامح، بس هي كانت ولغايه النهارده انا بعاني منها انا وزوجي. اتظلم ظلم كبير قوي في شغله. لا اله وللاسف ان احنا شايفين الناس اللي ظلمته عايشين كويس قوي. ايوه. وعايشين واخدين حقنا واحنا لغايه النهارده في ماساه بسبب الموضوع ده. لا ربنا ان شاء الله. انا كنت بسال يعني انا مش قادره اسامح لا انا ولا زوجي يعني. أيوة. كل ما حتى انساهم. أيوة. ارجع يعني وافتكرهم احس بان الله يعني اسال ربنا يجيب لي حقي مش اكتر من كده ان شاء الله. اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. بالظبط بالظبط حبيبتي. مش اكتر من كده لان ربي هو وكيلي انا ما ماليش حاجه خالص في نفسي. ما نعم بالله. ما احنا انت عارفه ربنا نفسه بيقول ايه في القران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فآل عمران. أيوة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ونعم بالله. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله إيه. يعني سبحان الله لما الإنسان فعلا يلجأ إلى الله ويقول ما فيناش غيره ونعم بالله وفوضي أمرك لله. لأن إيه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولاه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإن شاء الله حبيبتي إن شاء الله ربنا حيمتعك في حياتك أولا بهذا الأجر. أولا حتاخدي أجر التسامح وربنا إن شاء الله، لأن وما ربك بظلام للعبيد. إن شاء الله الأجر حتاخديه وحيرجع لك حقك إن شاء الله. سؤال لحضرتك. اتفضلي حبيبتي. بالنسبه للصدقه الجاريه. ايوه. انا والدي ووالدتي توفاهم الله. ربنا. اسمع ان هم كانوا هم المفروض يعملوا الصدقه الجاريه. لا نفسه. ما انت بقى حضرتك تعمليها لهم ان شاء الله كده وتبقي اخذت الاجر. يعني اللي بنعمله على صدقه جاريه ده جايزه باذن الله. ان شاء الله يا حبيبتي قدامك الخير موجود. الحمد لله. يعني ان شاء الله ومصر بتستحق مننا كلنا طبعا. نحن طبعا. يعني كده نتصدق ونبتدي بقى كده نصلح ما بيننا وبين الله. الحمد لله وربنا ينصر مصر في كل وقت يا رب حبيبتي. ان شاء الله ان شاء الله. وجزاك الله كل خير وربنا يبارك لنا في حضرتك. تسلمي يا غاليه. اهلا ست نور. اهلا وسهلا. ازيك يا مدام ياسمين؟ اهلا بيك يا غاليه. ازيك يا حاجه عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي. انا من اسد المعجبين بحضرتك. يا بختي.
والله اساسا معجبين بيكي. الله يرضى عليك يا بنتي بجد. حضرتك حلقاتك كلها جميله وانا إن شاء الله. يعني معجبه بكل حلقه من حلقاتك ومستنياكي من زمان ترد عليا. الله الله يديك الصحه ان شاء الله ويجازيك خير على انك يعني بتستقطع من وقتك وبتقعدي كده تسمعينا ونتعلم منك ان شاء الله برضه حبيبتي. اهلا بيكي برضه اسمع حضرتك. اهلا بيك يا حبيبتي. حضرتك بتتكلمي النهارده عن التسامح. ايه رايك انت يعني حاسه كده بنعمه ربنا عليكي بهذه النعمه يعني انك بتتسامحي كده لما حد لا قدر الله بيسيء اليكي ولا بيظلمك او بتتعرضي كده؟ انا اتظلمت كتير واتسامحت كتير. يا سلام يا ليك الاجر عظيم ان شاء الله. بس بيبقى في الواحد بيبقى ليه فتره كده ما بيقدرش يتسامح عن لا ان شاء الله. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس يا حبيبتي ان شاء الله لك اجر لان يوم القيامه بقى ده انت هتدخلي الجنه كده ان شاء الله بغير حساب ان شاء الله. هو المشكله ان احنا ممكن نتسامح بس غيرنا ما بيتسامحش. لا ما انت تبقى قدوه للي حواليك يا حبيبتي. حاولي كده قدر المستطاع واحنا بنتعلم كلنا من بعضنا. يعني اذا كان حق فعلا زي ما قال اخونا اللي كان متصل حق بيخصك انت، اما حق الغير بقى لا. يعني طبعا ربنا سبحانه وتعالى ما بيرضاش بالظلم اطلاقا يعني. وربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى يصلح حالنا وحال امتنا كلها ويصلح ما بيننا جميعا يا حبيبتي. اهلا بيكي. ست منى السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ست منى. الله يسلمك الله يخليكي ويبارك لك يا رب. ولنا ست منى اخر موقف اتعرضتي له كده وفعلا كان التسامح كده من قلبك. الحمد لله المواقف كتير مش هقول لك لا. او اي حد يعني بيحاول يعني لو اذاني بسامحه مش لا. طب الحمد لله الحمد لله. ده انت ليك الاجر ان شاء الله. يبدو قلبك طيب وروحك طيبه وبتاخدي اجر بقى يا بختك. الحمد لله منغبطك من عند ربنا ونعم بالله. طبعا ما هو ربنا اللي بيعين لما الواحد بيتوكل على الله كده وفوض امره لربنا سبحانه وتعالى ربنا بيديله مدد من عنده بقى كده وبيبقى يعني التسامح سهل بالنسبه له. الحمد لله الحمد لله نحمد الله. الحمد لله انا واخده يعني الصفه ديت من والدي الله يرحمه. الله يرحمهم الله يرحمهم. كان بيسامح الناس كلها مهما يعملوا فيه كان بيسامح الناس كلها مش لا. يا حبيبتي سبحان الله. شوفي بقى ازاي انت حضرتك متزوجه ولا؟ ايوه انا متزوجه. طب علمي اولادك بقى زي ما والدك كده علمك وزي ما كده خدتي الصفه الجميله دي عن الوالد وبتترحمي عليه لانه علم لك الصفه الحلوه دي فيا ريت بقى تبثيها وتورثيها لاولادك بحيث انهم فعلا يطلعوا كده يعني اسوياء ومتصالحين كده مع نفسهم ومع الاخرين ان شاء الله. ان شاء الله كله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا طالبه منك بس طلب. امور يا حبيبتي. الامر لله وحده. انا عندي مشكله ويعني كنت اتمنى ان انت تساعديني فيها. خلاص يا حبيبتي عندك في الكنترول ان شاء الله. سيبي تليفون حضرتك يا حبيبتي. حاضر واحنا هنتصل بيكي واحنا يسعدنا ان احنا نساعد اي حد طبعا. اهلا الاستاذ محمد. ايوه حجه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حجه. ازيك انت يا حجوك؟ الله يخليكي. صحتك الحمد لله يا حاج. قول يا حاج هو في حديث انا سمعته بيقول واحد حابب يسال الرسول قال له انت اخر الانبياء واخر المرسلين قال له انا اخر الانبياء وما فيش بعدي رسول بس في حاجه قال له ايه هي؟ قال له الرؤيه الصحيحه ايوه تعبر على واحد على 100 من الحد من النبوه. ايوه هل هذا حديث صح؟ والله الحديث بما معناه كده ان الرؤيه الصادقه الرؤيه الصادقه ان شاء الله. طب انا هقول لك على حاجه. اتفضل. 82 سنه. انت ايه؟ عندي 82 سنه. 82 لسه كويس بسم الله ما شاء الله صغير يعني كويس. انت ده ان شاء الله ربنا يديك عمر مديد يا حاج. الله يخليك. انا قاعد بناجي ربي كده الله واقول لما سمعت قران ويحمل عرش ربك يوم يأتيك فوقهم ثمانيه. ايوه فقلت انا سامع ان اهل الجنه ونكون منها ان شاء الله. يا رب يا رب. ان هو هنشوفه في الجنه مثلا انا ان شاء الله. فقلت طب لو ملناش نصيب في الجنه مثلا احنا هنشوفه لا ان شاء الله يا حاج. ليه مالكش نصيب في الجنه؟ الله احنا اصلي انت ده انت اسمك محمد ان شاء الله يبقى لك نصيب. معلش الواحد لا نحسن الظن بالله نحسن الظن بالله يا حاج. هقول لك اللي حصل بقى. فانا بقى بقول الله سبحانه احنا هنشوف هو بيحقق معانا. لا لا اله الا الله. بعد ما اسمع قران بالليل لقيت نفسي في سنه من النوم. ايوه بقول لك الرؤيه دي تسمعيها بقى. ايوه اتفضل. الجنه سورها ولقيت عرضها عرض السماوات والارض الرسل واقفه سهور
ولقيت العرش جاي الله اكبر ومضغطت بقماش ايوه وملائكه حملاه على عروق كده ايوه والله على... والله وحد ربي صادق. فانا شفت المنظر قدامي رؤيه العين ويوم القيامه الله اكبر. فرحت صاحي فقصت من النوم الله الله لا رؤيه جميله. امال يا حاج ما انت ان شاء الله رؤيه حق ان شاء الله فده يثبتك بقى ونبقى نحسن الظن. شوف التلفزيون قدامي كده انا شفته كده الله اكبر الله. ادعي لنا يا حاج وادعي لمصر يا حاج ادعي لمصر الله يكرمك. انا بقالي 18 سنه قاعد وماله. ادعي لمصر ادعي لمصر ارجوك ان شاء الله تبقى مستجاب الدعوه كده وادعي لها ان شاء الله بربنا يصلح حالها وحال الامه كلها والله وربنا كريم ان شاء الله. شكرا يا حاج. ستنا فريده نشوف ست فريده. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا حضرتك يا حاجه. ازيك انت يا غاليه؟ وحشاني والله يا اختي ربنا يبارك لك. وانا يا رب. فرحانه بالبرنامج بتاع حضرتك ده جدا جدا جدا. الله يفرح قلبك يا حبيبتي. انا وزوجي بنهز حضرتك جدا جدا جدا. ربنا يبارك فيك وفي ان شاء الله. والله منوره الشاشه بوشك السمح البشوش ده. الله يبارك لك يا حبيبتي. ربنا يديك الصحه وطول العمر يا رب ان شاء الله بالعمل الصالح حبيبتي. ما احنا عايزين كل الصحبه تبقى كلها بشه كده وكلها جميله كده كلها خير. ان شاء الله خير يا رب ويديك الصحه والعافيه يا رب يا غاليه يا رب حبيبتي. وتحياتي للاسره كلها والكل اللي حواليك ان شاء الله. ربنا يخليك. تسلم يا غاليه. شكرا لاتصالك يا حبيبتي. ست تيسير. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا حاجه المنوره اهو انت يا غاليه. دلوقتي انا عايزه اقول لحضرتك حاجه. اموري. انا بتسامح مع اي حد. برافو. غريب او قريب. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. والله وبنسى الحمد لله. ما ده نعمه نعمه النسيان برضو كويسه حلوه. الحمد لله بنسى خالص اي اساءه ليا. ايوه. وما افتكرش الا الحاجات الكويسه. طب برافو عليكي والله. ها. بس في جاره ليا. ايوه. دخلنا في الجد بقى. ابدا ولا عمري قلت لها اي حاجه. ولا زعلتها. خالص. خالص ولا حشت عنها مثلا طلبت حاجه وكده و وقابلتها ورحت لها قلت لها انت زعلانه مني ليه؟ ايوه برافو كده. لها برضه نفس الوضع. يمكن مشغوله بعيالها ولا حاجه يا حجوجه. انا الملامه في حاجه زي دي انا حاولت ها وقلت لها كذا مره انا عمري ما سئت اليكي ولا ضايقتك ولا جبت سيرتك في اي حاجه. ومال برضه ما فيش حاجه. يمكن بقول لك مشغوله يمكن بتربيه ولادها. ده بتقول بتشوف نمره التليفون بتاعك على الموبايل ما تقدرش ترد عليها. وفعلا بطلبها على الموبايل ما تردش. اقول يمكن نايمه يمكن اتجاهل تبقى شايفها وما تردش. فانا مش عارفه بقى في انا قطعتها دلوقتي بصراحه. لا ما هو توصليه. الواصل هو مين؟ اللي يصل من قطعه. ما دي صفات الناس اللي اهل الجنه. كذا مره والله يا حاج. اللي هقول لحضرتك حاجه. اديها ادي صاحبك 70 عذر. هل وصل ان انت عديتي 70 عذر لها؟ هو تلاقي 3 4 اعذار بس. معلش دي عذرها. اكيد مشغوله بزوجها، مشغوله باولادها، تكون مرهقه، تكون تعبانه، ويمكن بنتخير وقت تكون هي فيه يعني ايه مش رايقه كده بحيث انها فعلا تقدر تستقبلك ولا تقدر تكلمك. فمعلش نعذر الناس ان شاء الله. شكرا يا حجوجه. حبايبي صحبه الخير صحبه ياسمين هنرجع تاني ان شاء الله لبعض. دلوقتي الحقيقه انا افتكرت كمان موقف يعني فعلا نرجع له كلنا يمكن سمعناه الحديث ده لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان قاعد في وسط الصحبه الحلوه وكان من بينهم عبد الله بن عمرو بن العاص. فدخل قال لهم سيدخل من هذا الباب رجل من اهل الجنه. دخل الراجل متوضي كده وجميل وماسك حذاءه وصلى ومشي. تاني يوم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم سيدخل عليكم من هذا الباب رجل من اهل الجنه. فبرضه دخل نفس الراجل وهو بيتقطر كده من الوضوء كده دقنه كده وفي بشاشه وبساطه وشايل حذائه كده وداخل صلى وخرج. ثالث يوم برضه قال لهم سيدخل عليكم من هذا الباب رجل من اهل الجنه. فدخل نفس الراجل. يعني ثلاث ايام وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام
بإيه بيؤكد على إن هذا الرجل إن شاء الله إن شاء الله برحمة الله وإحسانه من أهل الجنة. مين قاعد في وسط الصحبة دي؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. فراح للراجل قال لا يعني نشوف الراجل ده بيعمل إيه بحيث إن إحنا نتعلم منه. فراح للراجل وخبط عليه وقال له الحقيقة في بيني وبين والدي شوية كده، فعايز لو تسمح إن أنا تستضيفني 3 أيام عشان خاطر أبات عندك، لأن في مشاكل كده، مشكلة بيني وبين والدي. فأذن ليه الراجل وقام معاه في بيته بات 3 أيام. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول الحقيقة أنا شفت الراجل تصرفاته طبيعية، يعني بس هو لما يجي يتقلب بالليل ولا حاجة يقوم يذكر الله سبحانه وتعالى. وعلى فكرة العادة دي لو احنا فعلا اخذناها وتعلمناها من هذا الرجل، ان الواحد هو في فراشه كده بيتقلب يقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله وبحمده، يعني يذكر الله كده هو بيتقلب كده، هتبقى يعني هتاخد حسنات حتى وانت نايم او انت ونايمة. فالمهم الراجل بقول لكم ان هو سبحان الله قاعد ايه يتقلب ويذكر الله ونايمة، يعني لا هو كثير الصلاة ولا يعني شايفه بيصلي الأوقات العادية، وقبل الفجر كده بيقوم يتوضى ويجدد ضوءه ويصلي. ففي الثلاث أيام الحياة ملقاش يعني حاجة غريبة بيعملها. فقال له بص بقى تعالى، أنا لم اتخانق مع والدي ولا حاجة ولا في خصومة، أنا الحقيقة سمعت من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن أنت كل في 3 أيام 3 مرات إن أنت من أهل الجنة، فحبيت أعرف إيه بالظبط اللي أنت بتعمله اللي أنت متميز بيه اللي بيؤكد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن أنت إن شاء الله من أهل الجنة. فقال له زي ما أنت شفت كده أنا. وبعدين هو لما قرب خلاص قال له بقول لك إيه تعالى، أنا الحقيقة بأنام ولا أحمل إطلاقا في قلبي غش لأي أحد ولا أحسد إطلاقا أي إنسان. فقال له يبقى من هنا بقى اللي هو ربنا بيقول إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا القلب السليم والعقل السليم يا رب، والحياة كده الصحيحة الجميلة، وتبقى قلوبنا كلها خير وصفاء ومحبة لبعض. نسمع دلوقتي الأستاذ حسين. أهلا يا أستاذ حسين. السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك منورة والله، يبارك فيك ويديك الصحة والعافية. آمين يا ابني. آمين يا حبيبي. أهلا وسهلا. والعفو والمغفرة مع الناس لابد أن يكون من صفة التسامح يعني. يا بالضبط بالضبط. العافين عن الناس. قازمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. ربنا يديك الصحة والعافية يا رب، ويا رب كل الناس تنقى قلبها كده وما تشيلش ضغينة لحد. يا رب يا رب. وربنا ينصر مصر يا رب. يا رب فعلا محتاجين كلنا ان احنا ندعي لبلدنا الغالية. خلينا كده لله والرسول صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب. كل الناس في مصر تعيش سليمة وأمينة يا رب. ربنا يديك الصحة يا رب. يعني لا تنسى ان شاء الله كده تدعي لنا وتدعي لمصر كلها ان شاء الله في هذه الأيام ان شاء الله كده بالخير ان شاء الله. ربنا يجعلك ذخر لمصر كده. آمين. جزاك الله خيرا. شكرا فضلك. ست سوير. السلام عليكم يا حاجة. سلام ورحمة الله وبركاته يا أختي. أهلا. معلش سامحيني صوتي تعبان شوية. سلامتك، شفاك الله وعفاكي. ربنا يخليك. انت كنت ايه بتعلي صوتك ليه يا حبيبتي؟ صوتك ماله؟ ده من شدة الحزن اللي أنا فيه يا حاجة والله. ليه يا حبيبتي؟ حزينة على اللي احنا فيه على البلد. لا 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 ما تحزنيش ابدا، ان شاء الله الخير جاي ان شاء الله بلدنا. بس انا حاسه ان احنا بنرجع لورا يا حبيبتي. لا يا حبيبتي ابدا ابدا، ربنا ما بيقدرش الا الخير لعباده. ربنا احنا بس نجدد النية مع الله ونصلح ما بانفسنا، وربنا هيولي علينا ان شاء الله من يصلح ان شاء الله. نحسن الظن ونصلح احنا نفسنا حبيبتي والله. لأن يا حاجه لان يعني كل واحد من الناس اللي بتحب البلد دي فعلا وخايف عليها بيصلح من نفسه بيعمل اللي عليه، بس للأسف في ناس بعد كده بتبيعنا. لا 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 ان شاء الله ما نتباعش. مصر ما تتباعش يا غالية، مصر صاحبة الحضارة. ده انا على فكرة في كتاب ان شاء الله، فكروني ان شاء الله الحلقة الجاية نتكلم عنه، من الحقيقة من شخصية عربية وكتب عن مصر، كتاب عن فضل مصر وفضلها وفضل اهلها، شيء ممتع وشيء جميل. والحقيقة ده بقى شهادة مين؟ شهادة يعني اخ عربي مش اخ مصري، وكاتب فيه سبحان الله تاريخ مصر العظيم ومواقفها العظيمة ذكر الله سبحانه وتعالى ليها في القرآن وتوصية سيدنا النبي، ويعني أي الكلام جميل. إن شاء الله الحلقة الجاية إن شاء الله نتكلم على هذا الكتاب، لأن كتاب من الكتب الحقيقة اللي أنا سعدت بيه، ونتمنى إن احنا كلنا نقرأ عشان نحس احنا عايشين فين في مصر العظيمة الجميلة دي. مصر يا حاجة. إن شاء الله ندعي لها. وادعي لها يا حبيبتي ما تحزنيش. لا أنا احنا نحسن الظن إن شاء الله.
حاسه بحزن ورعب. لا 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 اطلاقا، ان شاء الله ربنا يامن خوفنا جميعا. انا كنت سعيده جدا لما شفت حضرتك ان شاء الله يا غاليه. لا ان شاء الله مصر ان شاء الله ربنا ينورها كده باهلها ونسمع الست نور. اهلا وسهلا الست ام نور. اهلا وسهلا. السلام عليكم يا حاجه. سلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك منورانا والله. الله ينور قلبك، ده انت ام نور بحالها. اهلا بيكي. الله يخليك. جميل عنوان الحلقه بتاعت النهارده ان شاء الله حبيبتي. مش كل الناس طبعا بتقدر تسامح يعني. نعم يا حبيبتي. مش كل الناس بتقدر تسامح. اما انا قلت في اول الحلقه ان انا خدت جهد كبير، بس لما انت عارفه ما تقدرش تسامح امتى؟ لما يبقى حق ربنا. لما يبقى حق ربنا او يبقى حق الاخرين. نعم. انا شخصيا ما بقدرش اسامح في كل الاوقات. لا ما انا بقول لك اذا كان حقك انت فانت تسامحي عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الاجر، اما حق ربنا لا ما فيش مسامحه فيه طبعا. الله ده حق الله. ازاي يقدر الواحد يدرب نفسه على حاجه كده؟ بالصبر. وهقول لحضرتك حاجه برضو، ان شاء الله في الحلقات الجايه هنستضيف شخصيات برضو ان شاء الله من الدعاء ومن الناس الحقيقه نثق في رايهم عشان ناخد رايهم في هذا الموضوع. ايوه مع حضرتك. واخده بال حضرتك ازاي نزرع اولادنا ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك ان اولا ان شاء الله نبتدي نبص للخير في اللي قدامنا ونحسن الظن باللي قدامنا ونشوف الخير اللي في فينا او في بعضنا. يعني ما نركز. ما هقول لحضرتك حاجه، كل بني ادم خطاء وخير الخطاؤون التوابون ان شاء الله. كل انسان يعني في كده وفي كده. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاحنا نشوف الخير اللي في بعض ان شاء الله. وان شاء الله تابعينا، وان شاء الله في الحلقات القادمه هتشوفي هنجيب برضو ان شاء الله شخصيات كده ترشدنا على الطريق اللي ان شاء الله اللي فيه خير. نشوف الست حنان. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا الست حنان. عامله ايه؟ بقول لحضرتك يا اموري انا بسامح، مش ما بسامح، بس جوز اختي فاق ليا بكلام كتير. جوز اختك؟ اه ايوه. بس انا بشوفه بقول له ازيك، بس انا جوايا سايله منه. شوفي حفاظا على اختك وعلى بيت اختك يا حبيبتي، يعني حاولي تتغاضي عن اي صغائر ولا عن اي مشاكل. واخده بالك ازاي؟ يعني برضو احسبيها صح، يعني ده زوج اختك واكيد اختك يعني طبعا زوجه وعندها اولاد وعايشه يعني الحمد لله عيشه طيبه. فانت ما تحاوليش يعني ايه، حاولي تيجي على نفسك شويه وتعفي وتصفحي. وربنا اصل مفيش حاجه ببلاش عند ربنا على فكره، ابدا، كله باجر حبايبي. والله مفيش حاجه ببلاش خالص عند ربنا، كله باجر وكله بثواب. فانت صبرك او تحملك او تسامحك، وخاصه كمان قدامك ايه، بس يعني انت اولا بترضي الله ثم بتحافظي على بيت اختك، صح يا حبيبتي؟ ايوه. ربنا يعينك يا رب كده ويقوي ارادتك كده وفي الخير ان شاء الله. ست ساره. الو. اهلا يا ست ساره. اهلا يا حاجه. اهلا بيك يا حبيبتي. انا بحب برنامج بتاع حضرتك قوي والله العظيم. يا بختنا، ربنا يخليكي. ما انت بقى تنضم لصحبه الخير ان شاء الله حبيبتي. ان شاء الله يا حاجه. اهلا بيك يا ست ساره. ربنا يخليكي. قولي لي انت بتدرسي ايه يا حبيبتي؟ انا مخلصه معهد فني صناعي. بسم الله ما شاء الله، جميل. تخصصك ايه؟ كهرباء. تخصصك ايه؟ كهرباء. كهرباء، الله اكبر، النور بقى كده والحاجات الجميله مش كده؟ طبعا. طيب ولو حاجه بقى في البيت حصلت كده ولا كده بتقدري تصلحيها وتقدري كده تنوري الحياه كده اللي حواليكي؟ مش قوي يعني، بس هو على قدي. لا 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 لا، ده انت لازم نستفيد من علمك ودراستك يا حبيبتي وتتمرني. ربنا يخليك. عايزين نثبت كده ان البنات كده يعني فيهم بسم الله ما شاء الله اذكياء وحلوين. ربنا ومنورين. ربنا يخليك. تسلمي يا حبيبتي. ربنا يخليك يا حاجه. قولي لي يا حبيبتي تعرفي ايه عن التسامح يا غاليه؟ والله انا تعبت كتير في حياتي يا خبر ابيض. ها؟ مش لا لا لا، انت سنك كام يا حبيبتي؟ انا عندي 21 سنه. طب ده انت لسه بسم الله ما شاء الله، يلا بتقولي ها بسم الله، يعني ان شاء الله ربنا. اولا انت مخطوبه ولا لسه؟ اه مخطوبه. كمان؟ لا انت لازم تتسامحي بقى مع خطيبك وتبقى معاملتك معاه حلوه مش كده؟ طبعا.
ان شاء الله، وتبقي بشوشه كده وطيبه كده، وان شاء الله ربنا يكمل لك جوازك بالخير يا رب كده، وتبقي كده في بيتك كده فيه الانس والموده والرحمه يا رب. يا رب يا حاجه. ان شاء الله حبيبتي، اهلا بيك يا حبيبتي، اهلا بيك. ست ام ايه. الو، السلام عليكم. اهلا ست ام ايه، انت من الدقهليه؟ ايوه. اهلا وسهلا، منين؟ من المنصوره ولا منين يا حبيبتي؟ لا، من متغمر. متغمر، اهلا وسهلا. انت تبقى ده جيران مولانا الشيخ الشعراوي، اهلا بيكي. انا من بلده كمان. اهلا، انعم واكرم على راسنا. اهلا بحبيبتي. اهلا بيكي، ده شيخي واستاذي، اهلا بيكي. الله يخليك. ها قولي لي يا حبيبتي بقى، اتعلمتي بقى التسامح وكده، وان شاء الله يعني انت برضو من الناس اللي بتعفو ولا اللي بتشيل بقى؟ الحمد لله يا حاجه، بس هو انا في واحده جاره لي عملت فيا موقف. يا دي الجيران. ها، هو انا لسه في الموقف لحد حالا. ليه؟ ومش عارفه يعني انا هيجي عليا يوم من الايام واسامحها ولا مش عارفه انا هعمل ايه. طب قولي لي يا حبيبتي بتعمل فيك ايه يعني؟ لا، هي عملت الموقف وسابتني وهربت، حطتني في مشكله وسابتني ومشيت. سابت اللي سكن بقى ولا ايه؟ اه، عزلت يعني. اه، طب ما حلو انها عزلت، الحمد لله. يعني ده مشكلتي تتحلت الحمد لله. لا، هو انا لسه في المشكله ولسه في اللي انا فيه لا لا لا، يا ريت حضرتك، انا كنت عايزه رقم حضرتك لان عايزه اعرض عليك المشكله. عينيا في الكنترول يا قلبي، وان شاء الله اولا كونها انها رحلت بمشكلتها دي، ده ربنا هون عليكي بقى ان شاء الله. وعموما في الكنترول، خدي التليفون يا حبيبتي تحت امرك. انا اللي انا خايفه منه ان هي ممكن تروح لحد تاني وتعمل معاه نفس المشكله وتعمل معاه نفس اللي هي بتعمله. لا، انصحيها حبيبتي، بدل ما يعني اصل شوفي هقول لك حاجه، النصيحه العلنيه فضيحه، فانت لما تنصحيها كده ان شاء الله ربنا بيجعلك سبب ان انت تهديها ان شاء الله. ان شاء الله. ايوه حبيبتي. ست سهى. ايوه. اهلا يا ست سهى. ازيك يا حاجه؟ اهلا بيكي. انا عايزه استشيرك في حاجه. اموري. بالنسبه للتسامح. ايوه. انا السنه اللي فاتت حصل لي حادثه. ربنا يعافينا ويعافيك يا حبيبتي. واللي عمل الحادثه قلت عليه حسبي الله ونعم الوكيل فيه. على طول كده؟ اه. لانه السرعه انها نطرتني من اليمين للشمال. ايوه. سببت لي طبعا ان عملت لي زي كسر في الحوض و لا حول ولا قوه الا بالله. لا ايه ده، عملت لك ايه يا حبيبتي السبب؟ اللي وقعتي ولا ايه؟ كنت بعدي ونطرني من اليمين للشمال. طب هي مالها ست بتمشي في طريقك، هي مالها يعني؟ العربيه جايه مسرعه. خبطتك يعني بالعربيه؟ ضربتني واحد شاب. طب ما هو ما يقصدش، دي حادثه، دي الانسان اي انسان. ايوه. بس يعني لو كل واحد بيراعي ربنا في السواقه وهو بيسوق، لازم فعلا نتريث في السواقه فعلا، ما يحصلش كده. بالظبط. لا عندك حق، احنا بننصح شبابنا ان هم فعلا يبقى متريث كده في سواقته، لان فعلا دي الحوادث نتيجه تصادم السيارات والحاجات دي فعلا. ان شاء الله الايام اللي جايه يعني تنمحيها خالص. يا رب يصلح الحال. يا رب الناس كده تسوق كده، لان القياده ايه، فن وذوق فعلا يعني. الناس اطلب من حضرتك طلب. اموري. تدعي لي ان انا داخله عمليه، تدعي لي ان ربنا يشفيكي. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي يا رب كده، واجعلك ايه من ايات الشفاء يا بنتي يا رب. قادر يا ان شاء الله. وبعدين قدر الله ما شاء فعل، لما يحصل حاجه ده كده قولي قدر الله ما شاء فعل ان شاء الله. ونعم بالله على النعمه اللي انا فيها، انا احسن من غيري. ونعم بالله يا حبيبتي، ربنا يعطيك الاجر ان شاء الله يا رب كده، ويثيبك ان شاء الله في الدنيا والاخره حبيبتي. الله يحفظك. ان شاء الله يا حبيبتي، ان شاء الله. طيب احنا هنرجع لبعض تاني برضو ان شاء الله، ونسعد بصحبتكم. رسالتنا المرة دي الحقيقة عن شابة تزوجت من سنوات قلائل، يعني من 3 سنين بس، وربنا رزقها بطفلة، والحقيقة حبت انها تطلق على طفلتها دي اسم امها، فالحقيقة لقت ان حماتها كانت شديدة شوية، فرفضت تماما انها تخليها تسميها باسم مامتها وسميتها على اسمها. وهي بتقول انها من ملاحظاتها طوال الفتره دي ان زوجها مرتبط بامه ارتباط شديد جدا، وان هي يعني ايه عايزه تقول كده بما معناه ان هو ابن امه.
أنا مش عارفة، ما فيش مشكلة. أولا يعني سنوات قلائل أنت معايشة هذه السيدة، فإن شاء الله أولا كون إن هو مرتبط بأمه، من وجهة نظرك هو بيحب أمه ووافي لأمه، فأنت بالعكس إذا إنه هو وافي بأمه هيبقى وافي بيكي، وإن شاء الله يعني حاولي إن أنت كمان تبقى هي تعتبريها زي والدتك وتقربي إليها وتوددي إليها، فبالحسنة وبالكلمة الطيبة وبذكائك الشديد إن شاء الله مش هتبقى يعني أم بس لزوجك، هتبقى أمك أنت كمان. وبالتسامح اللي احنا يعني ناقشنا فيه النهاردة وحنناقش فيه إن شاء الله يوم الاثنين والأربع ونسمع بعض فيه إن شاء الله عن هذه الصفة الجميلة، بالتسامح الجميل، وبان انت فعلا انت اللي تتوددي اليها وانت اللي تتقربي اليها، وانت بالعكس تحمدي ربنا ان ربنا رزقك بواحد وافي وبار بامه، عشان ان شاء الله ربنا هيبارك في هذا البيت اللي فيه بركه. هي جت تعيش معاكوا، ده خير وبركه، هتعينك ان شاء الله وهتهتم بخبرتها مع بنتك الوليد الجديد ده، وهتديك خبرتها، وانت بتوددك اليها ان شاء الله هتزيلي كل العواقب، خصوصا ان السنوات قريبه. يعني احنا في هذا الوقت ان شاء الله ندعو ونبتهل الى الله سبحانه وتعالى ان في هذه الايام الطيبه يا رب يا رب نسالك برحمتك واحسانك يا اكرم من سئل يا ارحم الراحمين يا الله يا الله يا الله، رحمتك بمصر يا رب، ارحم مصر وارحم أهلها يا أكرم من سئل، ولي عليها يا رب القوي الأمين الصادق المحب للبلاد وللعباد، يا أرحم الراحمين اصلح نفوسنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى، يا أكرم من سئل يا أرحم الراحمين، ارزق مصر الرخاء والسعادة، وارزق مصر يا أرحم الراحمين الأمان يا رب يا رب، الأمن والأمان في بلادنا يا أكرم من سئل، واصلح ما بيننا يا أكرم من سئل برحمتك وإحسانك، إنك على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.